مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارة كشف عن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية المختلفة اللي تبنتها الحكومة في الفترة من مايو 2022 وحتى يونيو 2024. الإجراءات دي كانت بتهدف لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه بالطبع من المشاركة في الاستثمارات المختلفة داخل المجتمع، وأشار المركز إلى ارتفاع نسبة المساهمة من القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بنسبة 37% خلال العام المالي 2023-2024، ومن المقرر أن تزيد هذه النسبة ل 48% وفق الخطة الاقتصادية للدولة في العام المالي الجديد. عشان كده احنا عايزين نعرف تفاصيل أكتر يا عن هذا الموضوع. معانا الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال. يا دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، تحياتي لسيادتك والأستاذ هيبة. يا أهلا بحضرتك. عايزين نعرف منك وتعرفنا أكتر عن خطة الدولة لزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الى 37% خلال الفتره اللي فاتت. هو الحقيقه طبعا الدوله بقى لها 3 سنين دلوقتي بتشتغل على اساس ازاي نحسن من وضع القطاع الخاص ويوصل القطاع الخاص الى 65% من اجمالي الناتج المحلي اللي موجود في الدوله، وبالتالي تقليل مساهمه نسبه القطاعات المنتسبه للحكومه زي القطاع العام وقطاع الاعمال وغيره، ولكن نزود بالشكل ده. وبالتالي هنا بدأت الحقيقة بمجموعة من الإجراءات زي مثلا التيسيرات التشريعية، والدولة بدأت تطلع قوانين جديدة تحفز القطاع الخاص وتيسر له إزاي يدخل في المجال الاقتصادي وإزاي ينشئ المشروع وإزاي يشتغل عليه. الجزئية الثانية الإصلاحات الضريبية والجمركية اللي تمت في داخل الجمهورية على أساس إن كان بعض المشاكل موجودة. الأمر الثالث كمان هو تسجيل الشركات وإزاي يتعامل مع الجهاز الحكومي من تأثيرات، فضلاً عن ذلك كمان اللي هو التشجيع اللي كان بيتم يومياً وبعض الحاجات، فضلاً بالإضافة إلى أن الدولة كمان بدأت تستغنى أو تشارك في مجموعة من القطاعات المملوكة للدولة وبدأت تتنازل عليها أو تعطيها للقطاع الخاص في شكل إدارة أو شكل مشاركة أو معاونة. والأمر الرابع أو الخامس أن هذا الأمر لم يتطلب قطاع واحد بل كان في كل المجالات، وبخاصة في مجال الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات، وأصبح النهاردة القطاع الخاص موجود في كل المجالات. النهاردة موجود جامعات كتيرة في الدولة، أصبح النهاردة عندنا أكثر من 70 جامعة قطاع خاص أو أهلي، وعندنا النهارده المستشفيات والصحه بقت موجوده منتشره كمان. روح القريه وشوف بقى الحياه كريمه عملت ايه هناك، والدنيا المشروعات الكبيره والمشروعات البيئيه والمشروعات الصغيره بجانب المبادرات اللي قامت بها الدوله زي واللي كان بيرعاها فخامه رئيس الجمهوريه بصفه شخصيه زي مبادره ابدا ومبادره مشروعك والمبادرات المنتشره في كل الجمهوريه دي. اصبح النهارده القطاع الخاص النهارده كمان مؤشرات النجاح، النهارده عدد العماله اللي موجوده في الدوله المصريه تتجاوز ال 35 مليون مواطن، منهم 7 أو 8 في الجهاز الحكومي، 5 في الجهاز الحكومي وحوالي 3 في الاجهزه الثانيه اللي هي منتسبه او قريبه من الحكومه، لكن ما بين ال 8 وال 35 27 مليون عامل او ايد عامله بتعمل في القطاع الخاص ابتداء من دكان البقالة لحد المصانع الكبيرة. طيب دكتور محمد، ده اللي هيخلينا نتكلم عن محفزات للقطاع الخاص للدمج داخل المجتمع والمشاركة مع القطاع العام أو مع الدولة بشكل عام، وإيه هي العوائد اللي بتعود على الاقتصاد القومي من المشاركة دي؟ الحقيقة العوائد كبيرة جدا، بمعنى لما لسه بقول لحضرتك دلوقتي لما يبقى عندنا النهارده الإيد العاملة في الدولة المصرية 35 مليون، منهم 7 بيشتغلوا في الحكومه والاجهزه القليله من الحكومه، فمعنى ذلك ان في 30 او 29 مليون بيعملوا في القطاع الخاص ابتداء من الوحده الصغيره اللي هو المشروع اللي فيه الراجل ومراته او الراجل واولاده الاثنين لحد الشركات الكبيره، واكبر مشروع اللي هو مشروع الطاقه الجديده والمتجدده اللي موجود في اسوان. النهارده كافه المجالات بقت موجوده، القطاع الخاص النهارده في مجال التصدير، بمعنى القطاعات التصديريه اللي بتصدرها القطاع الخاص اكبر كثيرا جدا من القطاعات المنتسبه الى الدوله، بجانب كمان الاستثمارات اللي والتحالفات الاستثماريه. النهارده القطاع الخاص بدا يجيب
مستثمرين جدد يشتغلوا زي المدينه اللي كانت الاخيره اللي رجل الاعمال المصري كان بيعملها، او التحالفات الاستراتيجيه اللي تمت ما بين القطاع الخاص في الدوله المصريه. النهارده القطاع الخاص بيشتغل مع كل، بيعمل مشاركات مع كل الدول الموجودين في كل العالم. كل دي بتقول لنا ان احنا النهارده القطاع الخاص بتاع النهارده استطاعت الدوله تشتغل عليه بعد عد حاجات كثيره. النهارده القطاع الخاص بيساهم في تعليم المتعلمين، النهارده 80% من كليات الطب من الطلبه الداخلين الطب هم في القطاع الخاص. محفزات التشجيع يا دكتور محمد. محفزات التشجيع كثيره، الاعفاءات الجمركيه، الاعفاءات الضريبيه، كمان المشاركه والتعاون. الدوله النهارده بتعفي القطاع الخاص في حاجات كثيره، يعني في محافظات كثيره جدا تمنها الدوله. عظيم جدا، كل الشكر لحضرتك دكتور محمد الشوادفي، استاذ الاستثمار واداره الاعمال. وزي ما كان الدكتور محمد بيتكلم، احنا دلوقتي التقرير بيقول ان نسبه مساهمه القطاع الخاص 37%، وان شاء الله بنستهدف انه يصل ل 48% في العام القادم.